بيكم مشاهدينا النهاردة أنا سعيدة جدا والاستوديو كله كمان فرحانين بوجود فريق المرأة المسلمة كامل معاكم النهاردة ضيوفي النهاردة مش ضيوف لكن شركاء عمل من البداية من أول يوم وسيظلوا كذلك دائما خلينا نرحب بيهم الاثنين أولا فرحة ومارينا فرحة أهلا بيكي حبيبتي أهلاً بيكي يا ماني وأهلاً بالمشاهدين وحشتونا <applause> <applause> أنت اللي وحشتينا جدا وأنا وأنا مع المشاهدين ف... والنهارده للأسف الأخت مارينا مش هتقدر تكون معانا على الشاشة لسبب عطل فني لكن بس إيه أنا قلت يمكن عشان نفتكر المرأة المسلمة زي ما كانت قبل في بداية التاريخ يعني <applause> <applause> أهلاً يا مارينا اهلا بيك يا مني وازيك فرحان فرحه كده الناس تفتكرنا زي ما كنا في الاول يعني بس بس دلوقتي الناس بقوا عارفين مارينا مين بقى وشايفين القمر اللي على الشاشه أوه. دي يعني حاطين لك صوره زي القمر زي ما أنتي دايما شكرا. 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 انا سعيده انكم النهارده معايا وعارفين كنت بفكر في ايه انه احنا النهارده السنه دي 17 سنه لبرنامج المراه المسلمه <applause> انتم تقريبا اكتر من نص الرحله كنا مع بعض اول ما تقابلنا السنه دي اتجمعنا كلنا اول حاجه مارينا قالتها ايه المراه المسلمه كلنا مع بعض صحيح يو you know? <تصفح> الاحساس ده اللي ربنا عمله في حياتنا من خلال شغلنا مع بعض من خلال خدمتنا مع بعض من خلال اللي اتعلمناه واحنا بنخدم اللي اتعلمناه عن الله وعن محبته وعن عمله وعن الثمار اللي جت فكان في ذهني النهارده وانا بفكر ان احنا النهارده مش بنقدم تاريخ لكن بنقدم ثمار عمل عملوا الرب فينا ومن خلالنا ومن خلال قناة الحياة ف فبنعطي كل مجد للرب في, في, الجاي واللي الناس هيسمعوا لو حد عايز يقول حاجة اتفضلوا قطعوني بقى وكده يعني هقاطعك انا براحتك اصبري بس <applause> طبق طبق لي. طبق طبق لي. طيب خليني اقول لكم اللي احنا النهارده سمينا الحلقه باسم اسرار الاسلام على مدي 21 سنه من خدمه وانتاج قناه الحياه في المجالات المختلفه من برامج وأبحاث وكتابات ومطبوعات وخدمات وخبراء في مجالات مختلفة وعابرين وباحثين ويعني الكثير من الخبرات الرائعة في الواحد وعشرين سنة اللي فاتوا منذ بداية قناة الحياة وتركيزها على خدمة المسلمين في العالم كله مش الشرق الأوسط بس إحنا يعني قدمنا لكم أم كخدمة ويمكن كبرنامج المرأة المسلمة هتكلم عننا بالتحديد احنا قدمنا كنز كبير عارفين ايه الصورة كده كأننا فتحنا البير المقفول ال يعني المسدود اللي محطوط فيه بقى ايه أسرار ومشاكل بابا مغارة علي بابا <applause> بس من غير ذهب ولا مرجان ولا بتاع فيها بتاع حاجات كده ما كانش في افتح يا سمسم بقى ده كان في في اسم يسوع المسيح بقى ايه الرب يكشف كل الاسرار فيعني في كان في مشكلات قدمناها ومعضلات اسلاميه لم يسمع عنها عامه المسلمين من قبل واحيانا بامانه الله بنكون احنا واحنا بنشتغل بنكتشف وانا طبعا أكترهم يعني you know. لكن احنا اتعلمنا وقد ايه ربنا علمنا من الشر اللي انكشف عن الاسلام قد ايه ربنا علمنا عن صلاحه اتعلمنا واحنا بنبحث وندرس ونقدم حقيقه الاسلام واثاره عليكم وكان لبرنامج المراه المسلمه نصيب كبير جدا من ده 17 سنه من الابحاث والثمار كشفت اسرار الاسلام وفتحت امامكم الابواب عشان تعرفوا الحق والحق يحرركم. الكنز الحقيقي يا فرحه اللي في المغاره بقى هو ان العالم الاسلامي ايضا سمع رساله المسيح كامله، مفرحه، مغيره، شافيه، واحنا عشنا معاكم ده عبر السنين اللي فاتت. هنتكلم النهارده عن بعض الاسرار دي والحاجات اللي اثرت فينا والحاجات اللي شفناها غيرت المجتمع. والناس والعابرين وقصص العابرين وحياه العابرين مع مع المسيح الناتج من هذه السنين النهارده عندنا خدام واسس وخادمات وابناء يعني ثمار جميله جدا وفرحه ومارينا طبعا هم جزء من ده كبير جدا لكن العمل لم ينتهي بعد لان في كتير النهارده من اللي بي بيتفرجوا علينا لسه لاول مره ف وانا بعتقد انه كمان فرحه ومارينا اكيد انتم من خلال برامجكم اللي انتم بتعملوها على القناه بيجيلكم اسئله من ناس بيسمعوكوا لاول مره ناس بتكتشف هذه الاسرار لاول مره هي. مش كده صح صح صحيح و يا فرح اتفضلي بقولك ده حقيقي حقيقي فعلا يعني في ناس كتير بيبعتولنا بيشتمونا <applause> طيب يا من ده ده لا يتغير <تصفيقية> <تكلم> <تكلم> يا يعني هو ده الموضوع المهم جدا ان اللي بيبعتوا لنا معظمهم يعني بصراحه لكن في ناس ثانيه بتبعت وبتشكرنا على ان يعني انا ساعات كتير بشوف الرسائل بتشكرنا على أنهم عرفوا الحقيقه وكده يعني يا انا بشكر ربنا من اجل ده لانه ده يعني برضو بيدينا نبض الشارع زي ما بيقولوا مارينا لو عندك تعليق اتفضلي يعني طبعا احنا حتى لو ما شفناش سمر يعني احنا طبعا احنا بنشوفه كده والناس فعلا بتبعت بس حتى لو احنا ما شفناش سمر احنا متاكدين يعني زي ما كده الكتاب بيقول خرج الزرع ليزرع احنا بنرمي البذور بالظبط وحسب الارض اللي بتاخد يعني عليها البذره بتقع فحتى لو احنا ما شفناش البذره دي نمت ووصلت اه اه جابت سمر ما جابتش اه احنا بنعمل زي ما الكتاب بيقول كده خرج الزرع ليزرع ونرمي البذره على الارض وربنا هو اللي يستخدم كل الاقوال بتاعتنا في ان هو يجيب سمر لناس كتير طب انا بقى هسالكم دلوقتي انتوا فاكرين اه ايه من الحلقات اللي قدمناها ده ده سؤال انا عارفه انا بزنقكم. ايوه ايوه انا فاكره طبعا يعني الرضاع الكبير <applause> دي اشهر اشهر حلقات اولاكشي شي ايوه ايوه بالظبط كده أيوة. آه تزويج الصغيره <applause> ده, ده من ضمن الحلقات اللي, اللي... زواج محمد من خديجه آه يا آه. yeah. yeah. احنا yeah. على فكرة عملنا نساء الرسول كلهم ونساء الرسول آه. صح؟ عملناهم واحدة 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 يا yeah. بنت سمعة ونشوز mm -hmm. mm -hmm. وال... وال... حاجات كتيرة جدا بتخص yeah. المسلمة آه. yeah. في الأول اتكلمنا على فكرة عن الحاجات الأساسية فاكرة فرحة اتكلمنا عن الجواز والطلاق والمهر وال... وكده ويعني بالنسبة لي أنا آه آه يعني من من ساعة ما سبت الإسلام أنا كنت مهتمة آه أتعلم آه عن الحياة مع الله لكن قد إيه اتعلمت من قيمة إني أفهم اللي كان عامله الشيطان في حياتي إنه يعني في المهر مثلا إنه إنه آه العريس الزوج يدفع ثمن اللي هيستخدمه لكن الله اشترانا يعني بدمه محدش يدفع فيكي ثمن المسيح اللي ده وهكذا يعني فاكرين حلقات الحدود الحدود طبعا yeah. yeah. عملنا yeah. سلسله كبيره جدا في الحدود انا فاكره واللصوص لكن زرافه دي كانت انا افتكرت دلوقتي يعني كانت عنوان حلقه لو تفتكري <تصفيق> <تصفيق> انا انا قعدت ادور على الحلقه دي ما لقيتهاش بصراحه بس انا كنت عايزه اجيب لكم مقطع من الحلقه دي لانه yeah. فاكرين كان اول مره واحنا بنحضر انتوا قلتوا لي لما قال انه ان الحرامي يحط عصايه جوه البيت مهم. ويطلع بيها الحاجه انا مت آه، من الضحك اول مره كنت اسمع. ايوه صحيح. You know؟ ولو عمل مجرى ميه وطلع بيها الحاجه برضو ولو حد سرق حاجه وذبحها يعني مذبوحه يسرق المذبوحه عادي مفيش مشكله وحاجات كتيره قوي قوي احنا يه. يعني البرنامج المعارضه المسلمه تميز بحاجات مهمه ان احنا كنا بنتكلم في الاحاديث وفي الفقه وفي التفسير وفي السيرة يعني خدنا الإسلام من كل زاوية يعني بصراحة بالظبط والقرآن كمان تفضل يا فرحة بقول مارينا كانت بتفصل لنا الحتة دي على أساس إيه كيف تتعلم <تصفيق> <تصفيق> كيف تسرق وقلبك عامر بالايمان قلبك عامر بالايمان يعني <تصفيق> <تصفيق> لا انا 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 صدمت دي كانت اول مره صدمه ليا لكن الحقيقه ان اللي انا بقوله النهارده ده, ده هي مش يعني مش حلقه ذكريات انا لازم افكركم ان الحاجات دي من اساسيات واصول الاسلام التي لم نسمع عنها من قبل بالظبط واللي من خلالها بياخد الشيوخ والمحاكم والمحاكم الشرعيه بياخدوا فتاوي في ده بتغير حياه ناس ازاي انه الاب ممكن ياخد من ابنه وما ما تبقاش سرقه يو ازاي تسرق من الحكومه لانك فيها وتبقى مش سرقه يو <applause> نو you know? القوانين الاسلاميه ازاي يعني معوجه اوكي آه طيب أنا يعني إيه آه آه هسالكم سؤال كان في حلقة اسمها حلال لنا حرام عليكم الشاطرة فيكوا تقول كانت عن إيه؟ قولي تاني حلال لنا؟, لنا حرام عليكم أكيد يعني فيها الكلب مكالين يعني أوكي يعني ده مش فاهم أنا قربت آه. قربت أنا على الإجابة كده يعني يعني لا كده يعني <applause> يعني فوازير دي لا فوازير بصوا <applause> بقى دينا اختيارات طيب حد اختيارات خليني الاول ااا عند صديق طيب اوكي خلي خلينا نشوف ال 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 السلايد ده المشاهد ده بيقول كده انه المعلومات ده كان من من ست سنين بيعلق على برنامج حلال لنا حرام عليكم <applause> آم و آم البرنامج ده كان آه تقريبا من يمكن عشر سنين اوكي OK. وده من ست سنين اقول لك ممكن الجواز مثلا المسلم المسيحيه لكن العكس لا مثلا في لا حاجه كده لا برضو لا طب المشاهد بيقول ايه معلومه لم نسمعها في صلاه الجمعه من المسلمين فقد قالوا كل شيء الا هذه المعلومات okay. اوكي آه. آه الصوره دي انتوا طبعا مش هتقدروا تشوفوها دلوقتي لكن هتشوفوها بعد عندي صوره فرحه بتاخده من الفيديو وتحتها العنوان برنامج المراه المسلمه 264 حلال لانا حرام عليكم كنا بنتكلم عن استخدام الموسيقى في الاسلام <applause> و و و وكنا بقالنا كتير بنقول هنعمل الحلقه لكن آه قدمناها لاول مره تسمعوا تحبوا تسمعوا جزء منها يا ريت اوكي اوكي اسمع ايه رايك تيجي تتفرجي على اللي بيرقصوا دول بالدرك مم. والحراك يعني هي بتقول آه. يا اما انا سالته يا اما هو اللي قال لي تحب تيجي آه يعني, يعني يا اما انا سالته يا اما انا يعني دقيقه مش فاكره يعني دقيقه جدا, جداً. عليها. مش عارفه انا اللي سالته ولا هو اللي اللي قال لي مم. يعني عايزه تتفرجي فقالت نعم فقامني وراء خدي على خده حط خده على خدي وخده <applause> على خده ماشي <تصفيق> <تصفيق> وهو يقول دونكم يا بني أرفدة يعني وسعوا كده وسعوا عايزين البنية تتفرج حتى إذا مللت قال حسبك قالت نعم يعني كفاية عليك كده آه أنت تعبتي أنت آه يعني <applause> زهيتي قالت آه قلت نعم قال فاذهبي <applause> ده بيبين ايه؟ ان الرسول كان مهتم بالفن الرسول ايوه محمد كان مهتم بالفن من خلال الحديث ده من خلال الحديث ده ده يعني كان بيشجع الفنون الشعبيه محمد <applause> كان بيشجع الفن الشعبي البيئة بتاعتهم ما كانش فيها الفن فكانوا يجوا الاحباش بالزبط. يعملوا يعني. كده يعني الناس المستوردة ايوه بالظبط استيراد يعني دي كانت حاجه موجوده هناك وقال لك كويس ان نتفرج بيعملوا ايه في البلد تيجي نتفرج تيجي نتفرج الاراجوز اهو فرحه انا من فرحة أما تيجي تشوفي بقى الحلقة هتشوفي وشك وانت بتتكلم تتكلمي منتهى السبات وانا ومارينا يعني انا وشي في الشاشه مارينا كانت بتقفل الصوت وتضحك براحتها زي ما هي عامله دلوقتي <applause> لكن الحقيقه انه المعلومات اللي كانت بتتقدم كانت بتتقدم بحرفيه لكن كانت فيري فاني كمان كنا بنضحك لما نهلك اوكي <applause> طيب خليني اسالكم ايه من الحلقات الـ الـ اللي انتوا شعرتوا انها هاخد السايد ده بعدين خليني اتكلم مع فرحه في الاول. ايه الحلقات اللي انتوا شعرتوا انها كانت ضربت الاسلام في مقتل، معلومات كانت بتقدم لأ... لاول مره وحسينا بقى بال... بال... بالزلزال على الارض. تحبي تختاري ايه؟ حلقه موضوع مثلا. بالنسبه لمين؟ ب... ليك يا فرحه. سوري yeah. آه انا انا يعني بالنسبه ل يا, يا اماني رضاع الكبير دي ما كانش حد يسمع عنها خالص. اه صح في ناس اتكلموا عليها بس في بطريقه محدوده كده وشويه لكن احنا في اول ما عملنا البرنامج عملنا على رضاع الكبير كان معظم المسلمين ما كانوش يسمعوا عنه خالص لغايه لما ابتدوا يطلع بقى على السطح يعني ايه كل طبعا قنوات كتيره فتحت بعد قناه الحياه قناه الحياه كانت سباقه رائده في الموضوع ده طبعا يا. يا. آه في, يا. في موضوع الاسلاميات وكده فناس كتيره بقى ابتدت تتكلم في موضوع الرضاع الكبير ده لدرجه ان انا سمعت يعني سمعت انا ما شفتش ان في ناس ابتدوا يكتبوا رضاع الكبير على الأوتوبيسات <applause> أول مرة أسمعها دي yeah. <applause> في مصر أيوة حصلت yeah. يكتبوها كده رضاع الكبير كده yeah. يعني هي <applause> كانت فترة فعلاً يعني ال... كان كانت برامج التلفزيون وقتها بتت... بتتكلم على الموضوع ده وبتجيب الشيوخ وبتسألهم وإحنا استخدمنا الحاجات دي في صح. في برامجنا و... وكنا من 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 الأول <applause> الاسلوب في استخدام الفيديوهات جوه اللي احنا بنقدمه ده كان يعني حاجه حديثه قناه الحياه عموما كل برامجنا كانت بتستخدم الاسلوب ده فدي كانت صدمه وخاصه انه كمان احنا اتكلمنا عنه عنها بقى كستات. صح تفرق بقى you know؟ <applause> طبعا معظم الحاجات اللي عملناها احنا عندنا كان برامج متعدده و مقدمين مختلفين ولكن الصوره اللي بنقدم بيها كبرنامج المراه المسلمه فيه فيما يخص المراه كان مختلف وليه دور تاني مارينا لو تحبي تعلقي على ده او تقولي لنا انت بقى ايه الحاجه اللي بعد كده اثرت فيكي انت طبعا هو يعني احنا عملنا حالات كتير جدا يعني حاجات كتير لكن يعني مثلا المحلل ازاي مم. تاثير حلقه المحلل مع ال حلقات الـ... أوه. أوه. صحيح. اه صحيح مع الناس اللي هي ظهرت ان هي شغلانتها محلل يعني جابوه مع التلفزيون كذا واحد آه حتى يعني في حلقه كان فيها كمان حسين فهمي ومش يعني كذا حاله قدموها ان هم بيشتغلوا محلل وطبعا ده بسبب الطلاق الشفوي يعني. وده ادى مع الوقت ان الرئيس طلب ان يكون الطلاق يكون موثق يعني ب... مش يعني. بالكلمه مش بالشفوي يعني يكون مكتوب بشهود وكده واعتقد ان في الوقت الحالي هم بيحاولوا يطبقوا دلوقتي كده وان الطلاق الشفوي لا يعتد به امارين دول بقالهم 50 سنه بيحاولوا مش هتحصل بس, بيح... بس بس لا بس بيحاولوا يعني. yeah. اه بس بيحاولوا يعني yeah. في محاولات جاده يعني اليوم دول yeah. وكمان عشان كده الصوتين ظهروا اي نو اه كملي اتفضلي كل... واتكلمنا كمان عن الحضانه لو تفتكري اماني حلقه الحضانه وازاي تاثيرها على ال ال الست ان هي ما تقدرش تتجوز لو هي معاها الاولاد و... ودي حلقه برضو من الحلقات المهمه يعني, يعني انا افتكرتها حتى دلوقتي مم. دي حلقه مهمه جدا لو في حد عايز يرجع للحلقه دي ويشوف ازاي ان ال... الست بتبقى مظلومه ان هي لما بتطلق ويبقى معاها الحضانه بتاعه الاولاد الحابة حابه تتجوز ياخدوا منها عيالها أي. أيوة. آه، وكمان ثروات محمد والصحابة احنا عملنا كذا حلقة عن ثروات محمد والصحابة والإشاعة اللي بتقول ان محمد رهن درعه أيوة. قبل ما يموت ودي كلام فاضي وإشاعات من ضمن الإشاعات اللي في الإسلام محمد كان غني جدا أيوة. ودليل على كده ان فاطمة طلبت ميراثها هتطلب ميراثها ايه يعني مش ميراثها يعني في ثروة هو سايبها م -م. لا وهم انا عايزاكي تتوسعي شويه في حته ثروات محمد والصحابه لانها بتاثر على يعني مش بس الفكره اللي كانت عندنا عند محمد ده بعد كده بقى الخلفاء الراشدين وكل دول يو يقول لك كلهم كان عندهم ثروات طائله وبعدين يقول لك ماتوا ما حلتوش حاجه يعني ايه لا لا اللي يرجع للحلقات نشوف مثلا عثمان لما مات كان عنده ثروه قد ايه؟ يعني كان آه. بيقول لك الف الف حاجه كده يعني يا. حاجه كتير ودي كانت سلسله آه. مش حلقه واحده يعني. لا في دي واحد سلسله احنا وفي واحد يا مارينا كان مش عارفه عبد الرحمن بن عوف ولا مين اللي كان اللي عنده الذهب بي بي بيكسره بالفاس. يا صحيح Yeah. وطبعا فدك اللي كان بيوزعها وغزوه يعني الحقيقه يعني هي الحلقات اللي يرجع لها هيلاقي كم معلومات mm -hmm. كتير جدا احنا قلنا بالتفاصيل التفاصيل ازاي كان هم فعلا عندهم ثروات yeah. آه يعني يقول كده مثلا يعني مثلا ان عثمان جاء عثمان الى النبي بألف دينار في كمه حين جهز جيش العسرة دي من ضمن الحلقات اللي احنا عرضناها زمان يعني شوفي ألف دينار yeah. في كمه اه yeah. في كمه واللي كان بيشيل الذهب في الجلابيه وما يقدرش يشيلها في المسجد و... وما يقدرش يمشي بيها ويفضي شويه عشان وحاجات كتير احنا قدمناها بصراحه يا <applause> والرسول ي... يحط ال... العصايه بتاعته في وسط الذهب والحاجات ويطلع خاتم ويديه مش عارف مين بس طب اسالكم انتوا الاثنين في الحته دي اه ايه اثر ده على يعني مثلا بالذات حلقات محمد والصحابه طب كانوا اغنيه طب ايه المشكله المشكلة كان فقير مش كان سوري انت تقولي يا مارينا يا فرحه عشان انا مش معاكم اوكي اوكي انا ما سمعتكيش يا مارينا قولي وبعدين اخد من فرحه الرد اه اه محمد كان في القران بيقول لك كان عائلا فاغنى كان فقير اه كان فقير جدا وكانوا يعني بيقولوا كده كنا نمص النوى والجلد من كتر الفقر بتاعهم وبس وهو كان بيغري الرجال بيقول لهم اخذوا تابوك مثلا تغنموا نساء بنات الاصفر كان بيغريهم انهم يطلعوا معاهم علشان يا ياخدوا نساء وثروات و... وكان بيوزع الانفال فاكره لو لو انت تفتكري ان هم اختلفوا واتخانقوا في الانفال ساءت يقول لك ساءت اخلاقنا في الانفال yeah. Yeah. و... و... وكلام كتير 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 ان هم كانوا بيطلعوا بهدف ايه؟ بهدف ال إن هم يكسبوا يعني yeah. لأنهم كانوا yeah. صعاليق يعني فقراء جدا يا yeah. علي بيقول لك يعني ما ما أنا أنا لما كنت عايش في بيت الرسول كنا جعانين ومش عارف إيه وأربط على بطني الحجر وبعدين آآ آآ بعد كده بقى وهو خليفة والغزوات وكده بقى عنده ألف مش عارف إيه وإيه نو الغنى بقى يعني بلا حدود فرحة دي يا 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 أماني <applause> دليل على ان الناس دول موضوع لا اسلام ولا الكلام اللي اللي, اللي بيقولوه دلوقتي الناس ومعتقدينه الناس لا. الموضوع لا. كان هو ستات وفلوس بس لا. يعني واحد زي ابو هريره ده اللي كان بينام ويتمرمخ في الارض ويعمل كده علشان يدوا لقمه ولا حاجه ياكلها بقى امير يعني عينوه أمير دولو بلد معينة تقريباً الكوفة ولا مش عارفة فين بقى أمير فيها يعني ده ده عشان إيه؟ يقول لك دخلوا الإسلام وشرح قلبهم للإسلام اتشرح قلبهم للفلوس والستات. يعني هو <applause> يعني ده فتح عيني أنا كمسلمة سابقة أنا يعني تركت الإسلام على آه حاجه بسيطه يعني كم كم نقطه كده قلت لا ربنا ما يغلطش ما في حاجه زي كده قمت يا باي باي يا اسلاميكا مم. ماشي؟ آه بعد كده لما كل المعلومات دي عرفناها من خلال البرنامج والتحضيرات والكلام ده مم. لا الحمد لله على نعمه ترك الاسلام. يا لا آه. إيه انا بالنسبه لي بقى انه التضارب الغير عادي فيك كل منحه من مناحي البحث في الاسلام هتلاقي انه الصوره وعكسها الصوره وعكسها دائما اوكي في قصه وعكسها والاثنين حديث صحيح والاثنين حديث صحيح, صحيح وزي ما قالت مارينا دلوقتي في قران ينو صح القران يتضارب مع الحديث او القران يتضارب مع قران فده يقول لك انه ده لا يمكن يكون مصدر الله صح وانه اللي بيقدم لك انت الدين ده على طبق بيقدم لك طبق مليان بالسم يعني مليان بالاشواك يعني مهما كان فلا يوثق في المصادر الاسلاميه ابدا لانها كلها متضاربه وكلها تاليف من الناس إيه 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 ابو هريره ده كانت شغلته ايه؟ يقعد يقول قال رسول الله وينخع <متصفح> <تصفح> يعني وينخع أيوة وهو بقول لك ما ما كانش حاجه يعني شايل القطه بتاعته رايح جاي يا طب <تصفح> خلي <دي تصفح> شغلانته الاولانيه شغل ايه ابو هريره اللي شايل القطه شايل القطه <applause> طب خليني اقول لكم اوريكم بعض تعليقات المشاهدين طبعا. ممكن تكبر لي الشاشه بس لو سمحت ده كان تعليق على اعتقد حلقه من من الحلقات اخر حلقه عملناها عن عائشه اوكي اقول لك عائشه هو مش عائشه عشان فرحة بتقول لي دايما ما اقولش عيش <applause> <applause> اوكي اوكي المعلومات الواردة في البرنامج مأخوذة أساسا من كتب المسلمين أنفسهم وهذه كارثة ينبغي أن نقف عندها ما تعلمناه في المدارس والجامعات كان كذبا انطلع علينا وصدقناه بلا فهم وتحليل منطقي وعقلاني فشكرا <applause> للآخرين الذين وضحوا لنا الصورة الحقيقية لتاريخنا المزيف والمليء بالاكاذيب والافتراءات والجرائم، شكرا لكم ولكل من ساهم في تنظيف عقولنا من اوساخ الماضي، واقول لمن اخرج هذه المحاضرات للنور بارك الله فيك، واتمنى على رجال الدين المسلمين ان يكونوا بمستوى المسؤوليه العظيمه تجاه الناس لطرح الافكار والارتقاء بعقول البشر لفهم الحقيقه ولو بنسبه معقوله، الكلام الصادق جميل حتى وان كان مؤلم، سلامي للجميع. التعليق ده كان على آآ آآ الحلقة الأخيرة لتجميعة حياة عائشة يمكن كانت من 11 سنة تقريبا والتعليق ده كتب من 8 سنين yeah. يعني ناس تفرج لغاية دلوقتي وناس بتتفرج لغاية دلوقتي لكن في الوقت ده يعني برضو من 8 سنين دي مدة ففي الوقت ده الناس كانت بتصدم ما من المعلومات المقدمه وعلى طول بيعملوا المقارنه اللي كنا بنقول عليه انتوا ضحكتوا علينا م. يعني مظبوط صح صح ده كلام سليم يعني. اه اتفضلي يا فرحه عشان كده يا اماني انا م. بعمل برنامج اسمه هو تحت العمه ايه م. م. عايزه بشيل يعني بشيل قدسيه على الناس اللي بيضحكوا على الشيوخ اللي بيضحكوا على الناس البسطه اللي مم. بيصدقوهم بيقولوا لهم اهو الناس دول بيقولوا ايه او بيكذبوا عليكم او أه وبجيب لهم الحديث الصحيح او يعني مثلا تلاقي شيخ طالع يقول جايب لك حديث منكر اصلا مم. علشان يجمل صورة الاسلام لا ادي الحديث الصحيح اهو واجيب له شيخ تاني بيقول بيقول ان الحديث ده منكر yeah. لا اصل له مثلا mm -hmm. فده يعني بيكشف قد ايه الزيف اللي اللي الشيوخ بيعملوه الشيوخ بيعملوه علشان يداروا على على الاسلام ويرقعه والمسلم المسكين ماشي في السكه وراهم ومصدق مصدق اللي بيقولوه ما هو شيخ ولابس عمه يبقى هو كده الكلام ده صح يبقى صادق والله صادق ماشي بالظبط اوكي فرحه برنامج تحت العمه ايه انت تهاجمتي فيه كتير جدا وما زلتي بتتهاجمي فيه لانه البرنامج طبعه كوميدي شويه فا يعني مفيش حلقة تتفرجي عليها مش هتضحكي او احنا عموما يعني وانت بتضحكي كمان وانت بتشتغلي لكن يعني مثلا اما عملتي الحلقة عن العريفي وقعدتي تكلمي المية وتقولي لها يا حبيبتي يا مايه يا <applause> حلوة يا مايه يو <applause> you know هو كان بيتكلم في حاجه ملهاش يعني ملهاش اي اساس لا علمي ولا ولا اسلامي حتى ولكن بيستخدم الاساليب دي عشان يخدع الناس انتي من خلال بحثك في البرنامج ده ومن خلال المقاومه اللي يعني بت بت بتشوفيها شديده احيانا شايفه انه البرنامج ده آآ آآ غير إيه؟ على فكره أنا بيجي لي ناس كتيره يا أماني هو المفروض ما أقولش كده يعني لأ لازم يعني أنا أنا بسألك تحديدا يعني علشان في ناس بيبعتوا فعلا <applause> وأنا ب يعني ب يعني إذا كان وجها لوجه أو من خلال خدمتي يعني بيقابلوني بيقولوا لي يعني بشوف سمر من <applause> البرنامج يعني بشوف ناس فعلا عرفوا الحقيقه وانا سايبه ايدي مش المجد مش ليا خالص المجد لربنا بس البرنامج في ناس كتير يعني جملة مع المسيح و. من خلاله تفتكري نعم يعني في ناس ابتدت رحلتها مع المسيح او البحث من خلاله ايوه ايوه أيه. وده الهدف احنا ب... انت يعني بتفتحي الباب والناس آه آه تبتدي تبحث وكده وغالبا معظم الـ 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 التواصل اللي بيجي لنا من المشاهدين ده آه يعني مش كل اللي بيتفرج بالتاكيد يمكن آه آه ممكن اقدر اقول 10 15% من الثمر الحقيقي اللي على الارض اللي بنكتشفه بعد سنين كان من 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 عدة شهور اتصلت بيا أخت وقالت انها جت للمسيح عن طريق برنامج المرأة المسلمة من 13 سنة. وهي في السعودية. وأول مرة تكلمنا كانت. فنشكر الرب انه احنا مش لازم نعرف اللي ربنا بيعمله بس هو شغال مارينا خليني اسالك على انت دلوقتي عندك برنامجين لسه بتنتجيهم سين وجيم والاسلام تحت المهجر المجهر مع الاخت فرحه عايزه اكلمك الاول على برنامج انت انتهيتي منه وهو النقل ام العقل قولي المواد اللي كنت بتقدميها في برنامج النقل ام العقل مواد يعني صعب دراستها مش بس صعب تقديمها فكره البرنامج انت كان هدفك ايه من انه الناس تشوف الحقيقه في المفهوم بين استخدام عقلك ام العيشه في اللي منقول لك أه فكره البرنامج اول 20 حلقه انا اتكلمت عن البخاري والمحدثين اللي في البخاري ازاي أونطة يعني التدليس بتاعهم لكن بعد كده اتكلمت عن النقل ام العقل بهدف المقارنه لان هما فاكرين ان الاسلام واحد في كل معانا قران واحد ومعانا اسلام واحد في كل العالم احنا زي بعض وانا مم. عن نفسي زمان كنت فاكره كان انا من خلفيه مسيحيه انا ما اعرفش حاجه لكن انا كنت فاكره ان ده تغيير ازياء يعني اللي ما اللي, اللي, اللي في مصر لابسين زي واللي في السعوديه لابسين زي اخر لكن لا آه هو آه مختلفين في صلب العقيدة وده كان بالنسبة لي أنا عن نفسي أنا كحد ببحث في الإسلام كان مفاجأة يعني إزاي الإله اللي في عند الأشعرة وأنا بقى واخده فرقتين بس مش مش كذا فرقه هما مهم. فرقتين كنت بتكلم فيهم الاشاعره واللي بيتمثل في الازهر في مصر آآ آآ والسلفيه اللي في السعوديه ازاي الاله اللي في اللي عند الاشاعره غير الاله مختلف تماما عند السلفيه والفروق اللي بينهم وازاي دول بينكروا الصفات وازاي دول بيثبتوا الصفات وازاي كنت بقدم مقارنه بينهم الأشعرة بيستخدموا مه. العقل والسلفيه بيستخدموا النقل ودولا بيستخدموا العقل فبيأولوا بقى ويفسروا ويرمزوا ويعملوا رمز يعني مثلا هدي مثال واحد يعني لان مواضيع كتير جدا أي. حتى ان ابتدى ناس تتكلم في المواضيع دي بس تتقفل الباب يعني بس انا عارفه ان في مسيحيين كتير ومسلمين كتير ابتدوا يعرفوا الفرق بين الاشاعره والسلفيه إيه هما وان هم مش اله واحد <applause> آه، واحد زي ابراهيم عيسى اتكلم عن الاشاعره برضو جاب سيرتهم بعد حلقات كتير أيوه. واحد زي عبد الله رشدي وراحوا ردوا عليه السلفيه قال احنا واحد وكده وردوا عليه السلفيه في يوتيوب يعني فيديوهات كتير أيه. انا هاخد مثال واحد ان الأشعة بينفو أيه. بينفوا الصفات بينفوا الصفات الخبريه والصفات الفعليه الصفات الخبريه زي اليد والساق وال وال والعين و و دي الصفات الخبريه دي مثال ليها يعني. الصفات أيه. الفعليه زي النزول الضحك التعجب بينفوها عن طريق التاويل او لكن السلفيه بيثبتوا الصفات يقولوا اه الله بينزل بس نزول يليق ب... ب يعني بجلاله كده يعني فبيثبتوا الصفات فانت بتنفي صفات مهمه جدا وانت بتثبت صفات فالاله مش واحد يعني انا كمسيحيه احنا كثلاث طوائف يعني بنخ... مش بنختلف في صلب العقيده الثالوث التجسد الفداء الكفارة كل ده إحنا اللي عندنا قانون إيمان واحد مش بنختلف برغم اختلاف الأسامي لكن إيمان واحد مش بنختلف في طبيعة الإله خالص كلنا متفقين لما يجي المسلم يكلمنا أو ما بيكلمنا بيكلمنا إيه في العقيدة بتاعتنا ف... فأنا كان هدفي من البرنامج ده إن المسيحي يفهم لما تيجي تكلم المسلم أنت المفروض أو المسلم كمان أنت دلوقتي المفروض يعني بعد رضاع الكبير وزواج الاطفال وكده انت تبتدي تعرف على العقيده بتاعتك، انت بتعبد يعني. مين؟ انهي اله انت ماشي وي. وليه رسول الاسلام اه، ليه اختلاف العقيده؟ ليه القران مش واضح؟ ليه اختلفوا؟ ليه اوله؟ ليه صفات يا. فاختلاف الالهه يعني عندهم الهه كتير كل واحد عمل اله على مزاجه. وهما مش فاهمين كده لكن الحقيقه انه من الشرح هتفهم ان انت بتتكلم على الهه مختلفه ولا يمكن ده يتسق مع شخص الله وقدسته ويعني وصلاحه ومحبته لانك تعرفه فيعني هو مش عايز يلخبطك هو عايز يعرفك على نفسه مش يلخبطك يعني والحقيقه انه الحلقات دي يعني وانت بتعمليها كان في مناقشات كتيره على برامج التلفزيون وأسئلة كتيرة في موضوع النقل والعقل خليني اخد كمان تعليق من المشاهدين لو نشوف السلايد اللي موجود ده وتعربه لي معلش شوف التعليق ده كان من سبع سنين وكان على حلقة من الحلقات برضو القديمة بتقول كده كل البرامج المسيحية تقريبا هم من خلفية إسلامية آه هذا آه بحد ذاته هو قوة البرامج المسيحية لأنهم يملكون معلومات كثيرة استفدنا منهم نحن المسيحيين قبل المسلمين زي آه زواج محمد من طفلة وتزوج محمد من آه امرأة ابنه ومضاجعة الميتة وملكات آه اليمين وأشياء كثيرة قوة إيماننا نحن كمسيحيين احنا من, من ضمن الحاجات اللي بن بنشوفها أنه المسيحي والمسلم الاثنين بيتفرجوا على نفس المستوى والاثنين بيندهشوا على نفس المستوى المسيحي عارف يعني اصول ايمانه لكن المسلم دائما ما يندهش فرحه هنا يعني الكلام عن زواج الصغيرات انا فاكره اول حلقه عملناها كانت موت الهام ايوه آم. يمن يا yeah. <تصفيق> <تصفيق> يعني انت اتكلمتي عن زواج الصغيرات وقلتي ان دي من الحاجات اللي اثرت فيكي يعني ايوه يا اماني مثلا زواج الصغيرات ده ما <applause> قران وسنه <applause> يعني لما دلوقتي المسلمين يقول لا الكلام ده ملناش دعوه بالسنه، السنه أن الرسول اتزوج طفله صغيره تزوج عائشه ست سنين ودخل بها تسع سنوات وهو 54 سنه، بس المشكله في ايه يا اماني؟ انهم كانوا مفهمينا واحنا صغيرين ان البنات كانوا زمان أيام أيام النبي كانت البنات بتكبر بسرعة بتكبر بسرعة yeah. على أساس إن بيبقوا لسه صغننين زي, زي ما هم <applause> آه لكن وده انا كنت مصدقاه وانا مسلمه لكن بعد كده لما عناية اتفتحت ونور المسيح نور قلبي آه عرفت ان ده اسلام ده ده قران بيقول القران بيقول زواج الصغيره صح. وفي صحيح البخاري بيقول زواج الصغيره والفقهاء كلهم بيقولوا زواج الصغيره يعني هم هي صغيره مش كبيره بس هم عندهم المقياس هو الجسم الكبير أي. تعرفي يا اماني ان انا بتفرج دلوقتي على حلقات كتيره بتيجي برنامج يعني بيجي من لبنان منتشر زواج الصغيرات في لبنان لبنان فظيع لبنان احمر بالخط العريض معرفش اسمه احمر, أحمر بالخط العريض اه يعني حاجه تبكي حاجه تبكي فان ان طفله تبقى 10 سنين yeah. 8 سنين ماكسيمم 12 سنه yeah. آ, وتتجوز واحد عنده 60 سنه Yeah. وده منتشر في 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 البلاد دي، mm -hmm. ما بال بقى كان عندنا في في بلادنا وما على فكره في في الصعيد وفي الحتت دي yeah. بيتحايلوا على القانون yeah. في موضوع زواج ويقولوا كده mm -hmm. وبيطلعوا، المهم الواحد زي اللي اسمه عبد الله رشدي ده uh -huh. بيطلع يقولك ايوه ما دام تتحمل الوطن، عنده yeah. الجسم اهم حاجه من العقل مهم. يعني هو بتهيأ له ان البنت تكبر شويه كده ويبقى في تضاريس في جسمها هو ده لكن هنقول ان ده قران نا. وسنه نا. ده قران وسنه وبيمرسول وبي لغاية دلوقتي في حتت يعني مغلقه في 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 مثلا في مصر لكن في حقوق الطفل والمنظمات والحاجات دهية دلوقتي من خلال البرامج اللي احنا عملناها بتحارب بتحارب موضوع زواج الأطفال تعرف أنه جزء تاني في موضوع زواج الأطفال من ساعة ما ابتدينا نتكلم في موضوع زواج الأطفال احنا حطينا على الشاشة اللي الناس ما كانوش شايفينه من حلقة موت إلهام من قتل إلهام كانت 2010 مش كده تقريبا أيوه. 2010 القران اللي قتل الهام لا نعم بالظبط اللي قتلها الايه اربعه في سوره الطلاق م -م. لكن عارفه يا فرحه احنا عندنا شويه انفصاليه في العالم الاسلامي انا عايش في القانون بتاعي الحياه بتاعتي اسلوب الحياه بتاعي حتى في في المجتمعات الشرقيه عموما يعني العائلات المرتاحه والعائلات الفقيره يعني آه نقول لك الكلام ده بيحصل عند عند الفلاحين وكده يعني على حسب ظروفهم مش حقيقي الكلام ده بيحصل في العالم العربي كله النهاردة احنا عندنا برنامج في لبنان بيظهر اللي بيحصل في لبنان صحيح. لكن شوفي النهاردة في العراق مثلا ازاي هم بيحاربوا علشان يرجعوا القانون انه, يبقى الزواج تسع سنين عايزين ينزلوه تاني من, صح. من 18 لما ابتدينا نخرج الحاجات دي الناس ابتدت تقاوم صح حطينا صور بنات بتتجوز و... 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 وبتموت وقصص وحي... وحكايات لم يسمعها العالم الاسلامي على شاشات التلفزيون من قبل اوكي okay. um... انت عارفة في يعني في من خلال حواراتنا على الانترنت يعني بنشوف مثلا ام آه بعد ما ابنها كبر يعني بقى 30 40 سنه <applause> آه، بتيجي تحكي تقول انا اتجوزت وشوفي مش تسع سنين ولا حاجة انا اتجوزت 14 سنة ودي لسه يعني حوار كان قريب يعني <applause> مش بعيد اتجوزت 14 سنة بس انا بنتي ما خلتهاش تتجوز غير لما تخلص دراستها على 26 سنة 24 سنة عشان حست طبعا بالظلم طفلة اتجوزت طفلة حتى 14 سنة دي طفلة <applause> لا <لو> وكمان <applause> قالت حاجة يا مارينا قالت انا لما جوزوني وانا عندي 14 سنة كنت عايزة امتحن مهم. وكان بتهرب من جوزها، صحيح؟ بس انت عندك ده وعندك زمان في 2010 لما عملنا حاله موت الهام في نفس الحلقه الـ 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 اليمنيات خرجوا واعترضوا على انه مجلس النواب عايز يرفع سن الزواج، فاكره؟ وقد ايه ده كان صادم لينا ورافعين القران انه يعني يو you know. ودول أيوة امهات يعني ضد ضد الاسلام ضد الاسلام بيحاربوا الناس اللي بتدافع عن حقوقهم يا yeah. Yeah. أنا بشكر الرب إنه من خلال ما قدمه ما زلنا نقدمه لأنه لسه في ناس كتير ما سمعتش، في لسه في ناس كتير لم تعرف الحقائق، لسه في ناس كتيرة لم تنتبه لأنه ما يقدم لها هو السم في العسل يعني، لكن كان في آه آه يعني آه ربنا بيبعت ثمار برضو من من لسه ما زال من برامج قديمة لحد النهاردة، شوف ال اللي جاي ده التعليق اللي جاي ده اخت من الكويت بتقول كده نحمد الله آه الذي سخر لنا اخوان مسيحيين ليساعدونا لنبصر النور ونخرج من دين الظلمات مليون لايك من جمهوركم في الكويت ده كان من ثمان آه آه سنين ايضا اعتقد آه أي اعتقد انه كان تحت آه آه يمكن الحلقه بتاعت آه آه حلال لنا حرام آه عليكم و يمكن في الوقت ده ما كناش بنسمع من الكويت يعني كان من القليل انك تشوفي يعني تعليقات من الكويت اماني انت فاكره عملنا مره حلقه عن قياده المراه في السعوديه اه طبعا وهي بين حلقه يعني يعني حلقه كده يعني ايه مصيحة. يعني قياده المراه في السعوديه انها مش ممنوع انها تكون ساره شوفي دلوقتي السعوديه اتغيرت ازاي يعني ولا في الاحلام شوفي احنا اه لو وقفنا لو شوية كلنا نعلق على موضوع الحاجات اللي ربنا حطها, حطها على قلبنا وفي طريقنا إن احنا نشجع المرأة السعودية هنلاقي إن إحنا عملنا مجموعة كبيرة من الحلقات لما قدمنا حلقة اه قيادة المرأة في السعودية كان لأول مرة حد يقدم التاريخ بتاع اللي حصل من زمان يعني كان في بنت اه سيدة طلعت وعملت حملة لكن كان قبل الحملة دي في ستات قبلها من عشرين سنة قبلها دخلوا السجن بسبب مطالبهم وكده والمجتمعات بقى الجديدة ابتدت تتهز من ساعة ما الست دي عملت الحملة بتاعتها شوف النهاردة ربنا غير ازاي في السعودية مثلا تفتكروا الحلقات اللي قدمناها عن بنات الملك عبد الله صحيح طبعا يعتبر كان انه ده جراءه في الوقت ده انك تقدمي بنات الملك هم كانوا يعني حاطين فيديو اون لكن ما فيش ولا حد اتكلم في الموضوع ده لكن اللي كان مبهر في اللي حصل لبنات الملك عبد الله وازاي يعني يمكن ما حدش يعرف هم عايشين ولا احياء هم الحلقه اللي قدمناها كانوا بيقولوا فيها الاكل اللي عندنا بيخلص وهم بيقفلوا علينا حتى الميه فاكرين؟ آه يعني اعتقد ان الـ آه الامير الجديد ده يعني فتح السكه للناس يعني اعتقد كده الله يعني عالمين. هو هو في انفتاح حقيقي ولكن الانفتاح دائما هيصطدم بالجذور الاسلاميه الموجوده وده اللي لازم يجتز بقى من الجذور لكن الله هو اللي بيفتح كل الابواب ويغيرها في اسم يسوع آه خليني أوريكوا آه تعليق تاني آه شوف ده آه آه كان في اعتقد حلقات آه عائشه سلام ونعمه اخت اماني والرب يبارك حياتك ويبارك الاخت فرحه آه المحبوبه والاخت مارينا عملكم جبار وعظيم آه والرب يبارك في الخدمه آه في فتح آه عيون الاخوات المسلمات انها ماساه كبيره بدات تحرج المسلمين بشكل كبير هذه الايام حتى بدا الكثير يلوون عنق التفسير والأحاديث وإنكار بعض بعضها للتهرب من هذا الإحراج والمشكلة التي أوقعهم بها رسولهم وسبب لهم الصداع الحقيقة أنا مش فاكرة أنهي واحدة أنا خدتها منهم لكن أكيد كنا بنتكلم على مشكلة يعني سببت إحراج للشيوخ لاحظتوا أنه المواد اللي كنا بنستخدمها اللي كانت متاحه على الانترنت دلوقتي ابتدى الازهر و... وغيره صحيح. من المنصات يشل... يشلوها؟ من المنصات يشيلوها صحيح ايوه صحيح كان. بقى م... من الصعب انك تلاقي المواد الاصليه اه بس هيودوا بقى بصي هي كميه سيطات رهيبه م -م. ها ايوه آه لو السعوديه وهي فعلا السعوديه ابتدت تنقح شويه ايوه آه لا الازهر ما فيهوش فايده يعني انا مش شايفه فيه فايده يعني هيستمر الكتب موجوده هما مهما <applause> مهما الكتب موجوده, موجودة. يعني اعملوا ايه فيه؟ طب سؤالي ليكم لو شالوا كل اللي موجود وفضل القران مم. مم. هل خلاص حلو كويس حلو كويس هل ده يستقيم؟ لا. لا طبعا ياريت. يا ريت سا... القران سقط خلاص نعم نشكر الرب والقرآن سقط لأسباب لا 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 كتيرة فرحة أنت بتقدمي برنامج القرآن دراسة وتحليل كنت تقدموا مع الأخ مالك المسلماني مظبوط يعني من خلال تقديمك للبرنامج مع الأخ مالك لو تقدري تقولي لي أنا عايزة مثلا واحدة أو اتنين احنا قدامنا بتاع 8 دقايق أو حاجة زي كده واحدة أو اتنين كنا بنعمل برنامج قرآنيات كان خمس دقائق. ايوه. آه والقرآن دراس دراسه وتحليل. الدراسه وتحليل ده الاستاذ مالك كان بيعمل فيه انا مجرد يعني بقدم معاه لكن لكن إيه؟ ايه؟ لك يكون موضوع تحسي انه فرق جدا في موضوع القرآن سواء كان قرآنيات او دراسه وتحليل. انا آه يعني مثلا بالنسبه للقران مثلا مصاحف آآ 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 في حاجات كتيره بصراحه يعني معجزات الرسول يا فرحه ايوه معجزات الرسول دي كانت مهمه جدا لان اكتشفنا اخت اماني ان المعجزات الرسول دي عارفه عامله زي الخميره كل مثلا 100 سنه تزيد 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 لغايه لما وصلت لغايه بقت اربع من عشر معجزات وصلت لاربع تلاف معجزه واو اه معجزة yeah. ف... يعني... معجزة انه احيا الميت لما احيا آه. جذع الشجره جديدة. دي بعد الحلقات اللي احنا عملناها فهو في معجزات ده بالنسبه لمحمد احيا الميت أي. لكن بالنسبه للقران مع الاستاذ مالك أي. يعني عملت حاجات كتير قراءات القراءات يعني. مع الاستاذ مالك المسلماني دي حاجه برضو مهمه جدا وانا استفدت منها كتير طيب اخر سؤال لكم ايه رايكم في موضوع آه 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 انهم عايزين يجددوا الاسلام، تجديد الخطاب الاسلامي، احنا زمان قدمنا حلقه يمكن كانت حلقه 130 آه انتقدنا فيها الاستاذ آه آه اسلام البحيري آه انتقدنا ما, ما قال، اوكي؟ آه في جالنا آه التعليق ده قال كده إخواتي المحبوبات نعم لكم وسلام من الله أبينا لست أفهم لماذا ننتقد إسلام البحيري عندما ينتقد شيخ مسلم مثل إنه عدم الصلاة لا يكفر شخص فهو معترض علينا إن إحنا بننتقد إسلام البحيري وإسلام البحيري كان بيحاول يجدد الخطاب الديني أنا عايزة تعليق من مارينا وتعليق من فرحة خليني أروح لمارينا الأول سريعا امثل أمست... يعني من وجهه نظري انا امثل اسلام البحيري انا لا اكذب ولكني اتجمل بالظبط يعني طب انت هتعمل ايه؟ انت دلوقتي بتقدر الناس انت بتديهم مخدر عشان يقعدوا جوه الاسلام <applause> فانا بالنسبه لي مش بشجع الناس دي لان هم نوعا ما بيكذبوا او يعني بيجملوا القبيح علشان الناس تستنى وتقعد بيخلوا اللي ده آه وبمزاجه <applause> لا أنت زي كأنه يعني جرح ملوث وأنا بحط عليه حاجة كده بغطيه وأقول لك لا تمام ما حاجة طب ما أنت أنت عايز تحافظ على النسبة الموجودة مش عايز تكشف الحقيقة ده بالنسبة لي أنا دول أخطر من السلفيين والدواعش والناس دي كلها أنا إنك بتحافظ على يا. العوام والجهلة وتخدرهم وتخليهم قاعدين مظبوط فرحه اتفضلي. آه انا هقول ايش ت... تعمل المشطه في الوش <applause> الاخر. هو ده كان ممكن يبقى اسم حلقه احنا عملنا انا لا اكذب ولكني اتجمل. <applause> ايش تعمل المشطه في الوش <applause> الاخر يجي ويرقعه من هنا يتفتق من هنا <applause> يرقعه من هنا يتفتق من هنا <applause> لا لا يعني آه، كلام مش مظبوط لازم تقولوا آه، آه، يعني تقولوا الحقيقه لانه لابد ان احنا نفك القيود آه، الناس أمين. يعني امين اه امين انا يعني ف... آه، هكون معاكم آه، في الراي لانه احنا لما عملنا الحلقه عملنا الحلقه بالقصد ده بالتحديد الناس كانت فرحانه انه طالع واحد مسلم بيعترض على الاسلام لا احنا مسلمين من خلفيه كنا من خلفيه اسلاميه نعم نعرف الحق وهنقول لك الحقيقه زي ما هي الاسلام لا يمكن ان ينقح، الاسلام يجب ان ينتهي وهو يعني خلاص الحقيقه انكشفت وبانت. ف يمكن فاضل لنا دقيقتين، انا يعني ما منكم ولا المشاهدين شبعوا منكم، بشكركم على عمل رائع انتم الاثنين، خدمه بامانه وبمحبه وبصبر وبتعاون مع الكل، انتم الاثنين من ابطال الايمان اللي اثروا في حياتي انا شخصيا وهفضل دايما احبكم بس مش هعيط الحلقه دي يا يعني شكرا ليكم وشكرا على وقتكم انكم جيتوا تشوفوا مشاهدينكم مره ثانيه في الاخر احنا بنقدم دايما في معظم الحلقات رساله للعابرين يمكن فاضل قد ايه معرفش دقيقتين دقيقتين وشوية فرحة لو اه تقولي كلمة أنا عايزة أقول للعابرين اه اه تشجعوا اه خلاص ال يعني اه اه عددنا كتر جدا ما تخافوش ال الحياة الأبدية أهم من أي حاجة اه من أي حاجة على الأرض بقول للأخوات المسلمات من فضلكم إحنا مش بندافع عن حقكم إحنا بندافع عن حياتكم الأبدية أمين. ان ان احنا مش عايزينكم نشوفكم في جهنم يعني ان احنا احنا عندنا الحياه الابديه اللي هو المسيح من فضلكم الكذب انتوا عايشين فيه من فضلكم شيلوا التراب ده من على القداسه اللي محطوطه على القران والاسلام وفكروا بعين العقل yes. بس امين مارينا اولا انا بشكرك اماني على الحلقه الرائعه دي وربنا يستخدمك دايما و... وتشوفي سمر وتفرحي بيه وشكرا مم. ليكي كمان انك استضفتينا يعني وفاكره دايما انا عارفه حبيبتي دايما آم... اما الرساله اللي انا عايزه اقولها للناس اللي بتشوفنا احنا مش بنكره المسلمين بالعكس مم. احنا بنحب المسلمين جدا جدا واحنا عايزينكم تعرفوا الحقيقه عشان احنا بنحبكم وعايزينكم معانا في السما واخر حاجه عايزه اقولها انكم تعرفون الحق والحق يحرركم مين الحق ده هو ربنا وهو اللي يحرركم من اي قيود امين يسوع المسيح اللي حررنا يحرركم ايضا انا يعني مش عارفه اشكركم قد ايه بحبكم جدا ودايما ليكم مكان في البرنامج ده في اي وقت الدعوه مفتوحه و يكون لينا لقاءات اخرى ومواضيع اخرى في اسم يسوع شكرا على كل حاجه عملتوها كمان بعد المراه المسلمه افادتنا كلنا واثرت عمل الله زي ما قلنا في الاول احنا ما بنقدمش تاريخ لكن احنا بنفكركوا باللي عمله ربنا اللي جاب ثمار حياه بقى عندنا ثمار حيه في حياه الناس، عائلات باكملها جت للمسيح، ناس حياتها تغيرت بالكامل، عارفين المهم ايه؟ ان القلب بيتغير فالحياه بتتغير حتى ولو كانت الحياه صعبه فهم فرحانين في المسيح يسوع دائما بصلي انه يكون ده من نصيبك ومن نصيبك انتم ايضا. والى اللقاء واشكركم على حسن متابعتكم